السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله إبراهيم مع فيديو جديد عن لعبة جديدة اللي هي درفت ريل درفت لعبة جديدة عن درفت. بنبدأ هاللعبة كيف ما تشوفون الحين. لعبة عن تطبيق سيارة تسوي فيها درفت. طبعا من البداية كان عندك 3 سيارات أظن 3، بس تشتري لك 2 بعد. بس هاللعبة مو بالنسخة الكاملة، فخلنا نبدأ. بس يعني تحاول تعرف شو ناقص الموتر حاليا. يبين الطاقة وايد ناقصة. أول شيء في بعض الأشياء هنا على هاي اللعبة ما تقدر تسويها على يعني على ما على هاللعبة، بس على اللعبة كاملة تقدر تسويها. فكرة حلوة. ادعم الإدارة. خلصنا أو حلبة. الحين عندنا فلوس. لقيت الفصل غلط. أظن عندهم على نفس الحلبة، بس هالمرة قوي الماكينة على عليها توربو. أنا ما أحب التوربو. اوكي اكبر واكبر توربو موجود. والحين احنا نروح المكينة نزود شوية. احنا كنا كل فلوس روح، بس الحين خلنا شوية نغير لون الموتر وخلاص. اظن لا اظن بخليه مثل الفن. بس نغير رنج شكله مختلف. والله ناخذ هذا حق الحين يعني. بعدين نسوي أسود اللي هو كربون، بس الحين ما نقدر نسويه الأسود. بس خلنا نبدأ. الحين يمكن يكون أحسن. يا بلم يا أحسن. واو أوكي واو دور الرابع بدون أي مشكلة. آخر جير
واو مسخرة أحيانا أوكي هنا رد نقدر نسوي ندخل الكير ونجيب هنا أقطع انا حصلت لوت اوه رحلة شارات اوكي اوكي خلاص اوكي عندنا مشكلة معها خليني لا لا شيء ونحن خلنا نعيد واو Repeat. Oh, okay. Mm-hmm.
اوكي لا عادي، انا كنت بشيل الحاجة. مش صوت الدور. للأسف ما قلنا الأول، كم نقطة وكنا بنجيب الأول. نحاول نكون أحسن من المرة. أوكي لا كنا أحسن شيء. أظن هالمرة بنجيب الأول، ما أعرف إن شاء الله. ما أعرف رأيكم عاد. المهم خلنا نطلع، خلنا نطلع. وهاي بتكون نهايتنا للحلقة. أظن بعد ما رهبنا قادر فمن أن عجبتكم الحلقة. تمنى تقريبا باقي دقيقة تقريبا وبعد عندي شيء فيه. كاربون واتمنى ان عجبكم الحلقة. مع السلامة. ما بتم ما اطلع عادي.